بالنسبه للراي ديالي في الخطاب الملكي ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله، خطاب في محله وتيمس واحد القضايا اللي مهمه في المجتمع ديالنا، اللي ماشي حساسه ولكن مهمه بزاف. بالنسبه للملك محمد السادس راه قايم بالعمل ديالو، زعما راه قايم بالعمل ديالو على اكمل وجه، ولكن بوحده هو ما يقدرش يدير كل شيء، خصو حتى المسؤولين اللي تحت منه هادي اللي شادين السلطه وداك الشيء حتى هما خصهم يديروا العمل ديالهم وعلى اكمل وجه. هضر على الفرص الشغل باش يتخلقوا فرص الشغل في المغرب. الناس كاينين، الناس ما يبقاوش عاطلين وباطلين، فهمتي؟ حيت كاينه البطاله بزاف في المغرب، الناس كلها تتشكى بانه كلما تطلب العمل وبتخدم وما لقاو خدمه. الناس هم مهلوكين وعندهم صوائر، عندهم ولاد، عندهم كراء، عندهم ما ضو تبعهم الصوائر، الله يكون في الاعوان الجميع. واش اللي سمعنا سيدنا نصره الله، الله يحفظه ويشافيه ويجعل مولانا يكون معاه. الخطاب الملكي ديما الملك ديالنا الله ينصرو كيبغي غير المصلحه وكيبغي مصلحه الشعب، وعمر ما كيدير لنا شي حاجه، بالعكس مصلحه الشعب. حنا سيدنا موفر لنا كل شيء، موفر لنا الامان، موفر لنا الاكل، موفر لنا المهم الحمد لله شي طرق باش نجيبوا فيها الماكل ولله الحمد، ولكن وحدين اللي خصو يخدموا، خصهم يخدموا. هضر على الماء، والماء مهم، وهضر على المقاولات الصغرى والمقاولات الكبرى وفرصه الشغل للشباب. من هذوك المقاولات غتكون فرصه الشغل للشباب. والله يخلي لنا سيدنا وختمها بآيات القرآن. وسيدنا عزيز علينا بزاف، والخطاب ديالو استنطنا ليه وعجبنا ذاك الخطاب والحمد لله. الحسن الملك ديالنا محمد السادس الله ينصرو لينا تيهضر على الشباب، زعما باش ما بغاش يكثر لنا الإجرام في البلاد. خص كلشي يكون زوين، الشعب يكون زوين، الحكومة تكون تاهي في المستوى، تكون تاهي زعما ماشي غير بنادم اللي شتي مسؤولية ينسى الشعب. الشعب راه هو الأول خصو يكون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.